السلام عليكم، معاكم طالبة سارة العجمي تخصص هندسة صناعية. معكم الطالب عبد العزيز مراد تخصص هندسة كمبيوتر. اليوم بنتكلم عن إعادة التدوير. تدرون أن الكويت من أكثر الدول المنتجة النفايات بالنسبة للفرد بالعالم؟ يتم إنتاج أكثر من 2 مليون طن من النفايات الصلبة، طبعاً يتم التخلص منها عن طريق المرادم، هالشيء أكيد بيأثر على البيئة بشكل سلبي. هناك حلول كثيرة، ابتداءً من الاستهلاك المسؤول وإعادة التدوير والطاقة المتجددة. واليوم بنتكلم عن إعادة التدوير في الحرم الجامعي لأي أب. تشارك أي أم بإعادة تدوير وايد من المواد اللي نستخدمها بالحرم الجامعي ومعالجة النفايات السامة والإلكترونية عن طريق الشراكة مع كذا مؤسسة مهتمة بإعادة التدوير. عشان نوضح أكثر، تعالوا نشوف الصناديق اللي تمت إضافتها. كل صندوق يحتوي على 3 سلات. السلة الخضراء مخصصة للورق مثل الأوراق المطبوعة أو الأولد نوتس أو الكراتين. أما البيضاء تقدرون تقطون فيها بطول الماي لبلاستيك. أما السلة الحمراء مخصصة للنفايات الأخرى أو أي علب تحتوي على بقايا أكل ومشروبات، لأن هالشيء ممكن يتلف باقي العناصر السليمة القابلة لإعادة التدوير. وإذا كنتم مو متأكدين، تقدرون تستخدمون السلة الحمراء أو قراءة الإرشادات الموجودة.